هذا وقد استبشر المواطنون ببدء عملية توزيع المشتقات النفطية آملين من شركة النفط استمرار ضخها خلال الأيام المقبلة والقضاء على الأزمة والسوق السوداء التي أثقلت كاهلهم. الحمد لله وصلت الكمية منتصف الليل الساعة 2 وبدأنا العمل من الساعة 6 اليوم الصباح، وكل شيء الحمد لله على ما يرام، الأمور منظمة. الكمية 30,320. أصبح شعور المواطنين اطمأنوا مع توفر المشتقات النفطية، وهذا يدل شيء إن شاء الله تبارك إن شاء الله تعالى، كل ما توفرت المشتقات النفطية كل ما أدى ذلك إلى استقرار نفسية المواطن، لأن كل شيء متعلق بالمشتقات النفطية النقل. شعور المواطن شعور كل الناس، مشوق لا واحد ولا اثنين، الشعب اليمني كامل عندما يشوف الحاجة هذه توفر المادة هذه في بتضرب السوق السوداء كامل بدون أي كذب أو شر. يا أخي شعرنا والله بارتياح شديد نتيجة توفر البترول، ونتمنى أن تنتهي السوق السوداء نهائيا من اليمن بالكامل. الحمد لله اليوم توفرت المشتقات النفطية في جميع محطات أمانة العاصمة، ونأمل من شركة النفط الأمل الكبير بالتوفير المشتقات النفطية والعمل الكثير بانعدام السوق السوداء. البترول توفر اليوم، هذا التريلات اللي نقلت فرغنا 22,000 لتر، حولوا لنا احنا بس واحد محضر معانا 2، ونشتي من الاخوان المواطنين عدم تخزين البترول، اين ما هذا ارفع 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 الوضع ما يتحملش.